أهلا بكم من جديد في تحديثات ومنتصف جلسة اليوم. أنا كريم مسعد، نتابع سويا ما الذي يدور في أسواق العالم وكذلك أيضا في أسواق المنطقة العربية. قبل الخوض في التفاصيل نتجه إلى نادية البلاسي محللة الأسواق في أكويتي جروب. أهلا ومرحبا بك نادية، وأسعد الله أوقاتك بكل الخير. دعينا نخوض في تفاصيل الأسواق العالمية والتحليل حول اتجاهات الفيدرالي الأمريكي خلال الفترة المقبلة التي تعزز بعض التوقعات أو التي تعززها بعض التوقعات بأنه هناك احتمالية بحوالي 30% لتخفيضات في معدلات الفائدة في مارس المقبل. هل تتوافقين مع هذه الرؤية في ظل انتظارنا وترقبنا لمحضر الفيدرالي الأمريكي خلال هذا الأسبوع؟ صحيح، يعني اليوم انتشرت بيانات ال 30% according to ال CME انه بالفعل سيكون في تخفيض لاسعار الفائده بدايه من مارس، او وفقا على تقارير جولدمان ساكس ممكن ان تكون البدايه في جولاي. يعني بالطبع سيكون في تخفيض لاسعار الفائده، وهذا الشيء يعني يصب في صالح الريسكي اسيتس ومؤشرات الأمريكية، ولكن يعني يخفض من زخم الدولار الأمريكي. والآن طبعا يعني كل التوقعات تشير إلى طبعا تخفيض أسعار الفائدة، والذي يكون في توازن كبير ويعني تغيير في التوازن في السلع الأساسية في الأسواق. طب نادي، هل تعتقدين أنه الأسواق متفائلة زيادة عن اللزوم فيما يتعلق بخفض معدلات الفائدة مبكرا؟ لأنه احنا شايفين الدولار اليوم عند مستوياتها الأدنى له على مستوى مؤشر الدولار في شهرين مكاسب لمختلف العملات، وربما بعض الحذر قليلا في التعامل مع الذهب. يعني مش تفاؤل كبير، ولكن طبعا يعني مع نهاية التجديد للسياسة النقدية في أمريكا التي يعني عملت تضرر في الاقتصاد ونمو الاقتصاد، وأيضا يعني عملت أداء سلبي على البيانات الاقتصادية وكل من الأجور والوظائف، فيعني I think أنهم عملوا مساحة للأسواق أن تتفائل قبل نهاية السنة، ودلوقتي الماركتس are pricing in أو تسعر an end of year rally، وهذا الشيء يعني لم يصير منذ فترة. فالآن الأسواق يعني تتوقع هذه يعني البيانات الإيجابية، وال يعني تأخذ بعين الاعتبار أن هذا نهاية تجديد السياسة النقدية سيكون إيجابي على النمو الاقتصادي، وسي يعني سيمنع الاقتصاد الأمريكي في الدخول إلى ركود اقتصادي. طيب بالنسبة لأسعار النفط، عودة من جديد المكاسب خلال هذه الجلسة، كنا رأينا مستوياتها الأدنى للنفط منذ 4 أشهر. هل هناك عوامل في السوق تحفز عودة النفط للمكاسب، أم أنه النظرة الفنية والهبوط الكبير هو الدافع لهذه الارتداد؟ يعني نرى الآن أسواق النفط منذ الأسبوع الماضي وهي ارتفعت 4%، يعني نتوقع الآن اجتماع أوبك بلس، والتوقعات تشير إلى انخفاض في الإمدادات، يعني أن تستمر هذه الانخفاضات لعام 2024، وذلك طبعا يدعم أسعار النفط. وايضا العقوبات التي في تصريحات بتقول انه سيكون في عقوبات اكثر على النفط الروسي، وهذا ايضا شيء يدعم اسعار النفط. والكوركشن اللي شفناها في الاربع اسابيع الاخيره كمان كانت كوركشن، والان ممكن ان نتوقع ارتفاع من قبل اوبك بلس، لانه سعر البرميل طبعا البرنت يعني راح دون مستويات ال 80 دولار. ف الآن الأسواق يعني تتمهل إلى أن سيكون في بالفعل تدخلات من أوبك بلس لخفض الإنتاج أكثر. طيب بمناسبة التدخلات، خلينا نذهب شرقا نحو الصين واليابان ونتحدث عن تثبيت معدلات الفائدة في الصين خلال هذه أو خلال هذا الاجتماع على مستوى الفوائد للقروض قصيرة الأجل أو حتى متوسطة الأجل بين قوسين المربوطة أو التي يرتبط بها الرهن العقاري. كيف رأيت هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني، وهل من الممكن أنه تثبيت معدلات الفائدة يساعد الخطة التي تقرها الصين للتحفيز الاقتصادي؟
يعني هنا ممكن نقول أن في تفاؤل كبير في الأسواق من ساعة تدخلات البنك الصيني في ضخ 80 مليار يوان يعني المحافظة على الاقتصاد وزيادة السيولة، وأيضا أن يكون أسعار الفائدة في يعني انخفاض قياسي مقارنة يعني مع البنوك المركزية الأخرى، وهذا الشيء أيضا أعطى تفاؤل. وأيضا تصريحات مسؤولين من البنك الصيني الذي قالوا أنهم سيقومون بالدعم يعني سوق العقارات. طبعا بعد هذا التصريح رأينا أنه أسهم العقار يعني ترتفع أيضا بعد هذه التصريحات، وفي الأسواق in general في نوعا ما تفاؤل من بعد هذا التدخل الصيني. نعم، إذن أشكرك شكرا جزيلا نادية البلاسي محللة الأسواق في أكويتي جروب.